يا هلا، رح نتعرف الحين على رحلة نقل بطاقاتك الائتمانية من مجموعة سامبا المالية إلى البنك الأهلي السعودي. المرحلة الأولى وهي مرحلة استلام البطاقة الجديدة. في هذه المرحلة رح يصدر البنك بطاقتك الائتمانية الجديدة من البنك الأهلي السعودي، واللي حتكون مستقبلاً بديلة لبطاقتك الائتمانية في سامبا، ورح يتم إرسالها لك. المرحلة الثانية وهي مرحلة تفعيل البطاقة. في هذه المرحلة سيتطلب منك تفعيل بطاقتك الائتمانية بخطوات بسيطة من خلال القنوات الإلكترونية أو بزيارة أقرب فرع للبنك الأهلي السعودي، وحتعين رقم سري جديد، وحتكون بطاقتك الائتمانية الجديدة متاحة للاستخدام عند الانتهاء من نقل الأرصدة. ولا تنسى تضيف بطاقتك الائتمانية الجديدة في المحفظة الإلكترونية Apple Pay ومدى Pay. المرحلة الثالثة وهي مرحلة نقل الحد الائتماني ورصيد الحساب بالبطاقة. في هذه المرحلة سيتم نقل الحد الائتماني ورصيد البطاقة من بطاقة سامبا الائتمانية إلى البطاقة الائتمانية الجديدة من البنك الأهلي السعودي، وإغلاق بطاقتك من سامبا تلقائياً، مع العلم أنه راح يتم إشعاركم برسالة نصية SMS قبل وبعد موعد نقل الحد الائتماني ورصيد بطاقة سامبا. وعلى فكرة، حتكون بطاقتك الائتمانية من سامبا متاحة للاستخدام طوال فترة رحلة النقل وحتى الانتهاء من نقل أرصدتك وإغلاق البطاقة، وراح يتم نقل رصيدك في برنامج الولاء الخاص في بطاقتك من سامبا إن وجد بقيمة مساوية إلى برنامج لك من البنك الأهلي السعودي، ما عدا بطاقات سامبا الفرسان، واللي راح يتم نقلها كما هي إلى بطاقة الفرسان من البنك الأهلي السعودي، بالإضافة إلى نقل رقم العضوية المربوط بالبطاقة. وتذكر إن البنك ما راح يتواصل معك إلا من خلال القنوات الرسمية للبنك الأهلي السعودي ومجموعة سامبا المالية، وما راح يطلب منك أي معلومات خاصة أو شخصية.